الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أغر عليه للنبوة خاتم ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، صلوا عليه وسلم. يلا بسم الله نسمع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة غفوري دون سليمان وهو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين، فالأول الإظهار عند أحروف الحرق ست رتبت فلتعرف، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم ضيم خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، إنها اسمان اسم يطغى فيه بغنة لينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدرك كدنيا ثم صر وانسالا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن، ثالث الإقلاب عند الباء ميمًا بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، ذاتها كم جال شخص فرسمات طيبا زد في تقاضى ظالما، غنى ممن ثم نون تشكيلا، وسمي كل حرف غنة بدا. لا يعني وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا، يعني هذا ما سنتعرض له اليوم بإذن الله بشيء من التفصيل. نتكلم عن حكم النون والميم المشددتين. وغن هذا أمر، وغن على سبيل الأمر، وهذا يدل أنه يجب تحقيق الغنة في الميم والنون المشددتين، لذلك سيدنا بيقول إيه؟ وغنة بضم الغين المعجمة وتشديد النون وفتحها، وغنة. طيب ده ضبط الكلمة بالشكل. يقول إيه؟ غنة هنا ماله؟ ها؟ فعل أمر. لما يقول غن يعني أظهر الغنة، أظهر ليه؟ يبقى هنا هو فعل أمر يدل على وجوب تحقيق الغنة، يعني إظهار الغنة في الميم والنون المشددتين، في النون والميم الايه؟ المشددتين. وغن ميما يبقى دي ايه؟ مفعول، صح؟ غن أنت ميما مفعول لغن، ثم نونا، ثم دي عاطفة ولا لا؟ نعم عاطفة على ما قبلها، يبقى تقدير ايه؟ التقدير ثم غن نونا، ثم ايه؟ غن نون. فبيقول انه شدد، ايه معنى الكلام اللي احنا بنقوله؟ بنقول انه يجب تحقيق الغنة للميم والنون المشددتين في أي موضع من القرآن الكريم. طيب مقدار الغنة كام؟ حركتين. مقدار الغنة إيه؟ حركتين. التجديد يكون تارة متصلا، تارة إيه؟ متصلا، وتارة منفصلا. يعني إيه متصلا؟ في نفس الحرف، ومنفصلا ميم في كلمة وميم تانية في كلمة إيه؟ أخرى. مش فاهم، اقول لك زي ما يقول ربنا في القران عما، صح؟ ان، يبقى اصبحت الميم مشدده بس في كلمه ايه؟ واحده.
للمشددة في إيه؟ في كلمة واحدة. هذا الموبايل الذي رن ليس عندي أنا. فيبقى في كلمة إيه؟ واحدة. الجنة من الجن الناس، صح؟ يبقى إذا كانت النون المشددة في كلمة واحدة أو الميم المشددة في كلمة واحدة يبقى بنقول إيه؟ ها؟ اسمه تشديد متصل. تشديد إيه؟ متصل. طب لو كانت الميم في كلمة والميم الأخرى في كلمة أو النون في كلمة والنون الأخرى في كلمة، ها؟ يبقى برضك إيه؟ ها؟ اسمه تشديد منفصل. تشديد إيه؟ زي إيه؟ زي لهم ما يشاؤون. ها؟ له أقول لهم ما يشاؤون ولا لهم ما، صح؟ لهم ما، لهم، لا مش تحت، من فوق. لهم ما يشاء، صح كده؟ مش هقول لهم ما يشاؤون، لا، ده تشديد ميم مشددة، صح؟ طب والنون برضك منا، منا ولا منا، صح؟ من ناصرين، صح كده؟ طب وده اللي احنا خدناه من قوله وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. يبقى الأمثلة بتاعتي ايه؟ عم الناس، ها، إما، فلما، الجنة، الجنة، ثم، النور، النازعات، صح؟ كل هذه حروف مشددة سواء في كلمة واحدة أو في إيه؟ في كلمتين. طبعا سيدنا ابن الجزري بيقول رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، صح؟ ده ابن الجزري بيقول كده. عايزين نقول بقى، أنا كده عرفت إن أنا هعمل غنة بمقدار حركتين مع الحرف وهننفذ وهنقرأ، بس أنا بسألك سؤال: الحرف المشدد لما بتيجي بتوصله بتقول الغنة بتاعته ولا لأ؟ زي ايه؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويا، صح؟ من أبصارهن ويا، ويحفظن، صح كده؟ هذا الحرف المشدد إذا أردت أن تقف عليه تقف عليه بغنة أيضا. ما كنت تغنه عند الوصل تقف عليه بغنة أيضا. يبقى دي قاعدة وتنبيه لازم تحط. النون المشددة الواقعة في آخر الكلمة والتي توصل بما بعدها بالغنة بسبب التشديد تغن وقفا ووصلا. تغن وقفا وايه؟ ووصلا. طب تعالى نقرا: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن. يبقى من ابصارهن، بقف بغن واوصل بغن، ويحفظن فروجهن ولا يبدين، ويحفظن فروجهن. يلا تكملوا، مش حافظين سورة النور؟ مش حافظين؟ طيب يلا مع بعضين: ولا يبدين زينتهن إلا، يبقى إيه؟ ها، زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن، ها، بخمرهن على، يبقى بخمرهن على جيوبهن ولا، ها،
على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، صح؟ يبقى زينتهن لبعولتهن آبائهن، صح كده؟ يبقى الآية دي رقم 31 من سورة النور، عايزين نعود نفسنا فيها على الغنة وصلا ووقفا، وصلا وإيه؟ ووقفا. والغنة بمقدار كام؟ حركتين. وكذلك الميم المشددة الواقعة في آخر الكلمة التي توصل بما بعدها بالتشديد تغن وقفا ووصلا، مثل الوقف على كلمة الغم في الآية رقم 40 من سورة طه، ها: فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. خاف على الغم وليه؟ ها: فنجيناك من الغم، صح؟ لا، هقف هقف. من الغم، صح؟ من الغم وفتناك فتونا. طب وفي الحالة دي أنا بغن الميم المشددة والنون المشددة، زميلكم يعني استحضر أننا سنقرأ أو سنشرح الميم والنون المشددتين، فرح قرأ لنا في الركعة الثانية سورة الايه؟ الناس، صح؟ أسمع منكم كده سورة الناس، يلا. أعوذ ها من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. نسأل نفسنا، عمال تقول لي غنة غنة غنة، أنا عايز أفهم يعني إيه غنة. الغنة صوت جميل، صح؟ في طرب، في إيه؟ يبقى معناها التطريب، وهو صوت وليد الغزال، وده صوت بيخرج من الخيشوم، والخيشوم بيبقى مش في أرنبة الأنف، لا، أعلى الأنف من الداخل، أعلى الأنف من الإيه؟ طب هو إيه؟ قال لك الخرق الموجود بأعلى الأنف والموصل للحلق، والموصل للإيه؟ آه، مش حضرتك بتجيبها لي الغنة من هنا، لا، لا، تأتي من أرنبة الأنف، ولكن تأتي منين؟ ها، من أعلى الأنف من الداخل، الخرق يعني اللي هو اللي بنقول عليه بالعمال المصرية الخرم، الخرق الذي ها يوصل إلى الحلق، الذي يوصل إلى الحلق. يبقى مش من الجن، لا، من الجن. طلع منين الغنى؟ منين؟ من فوق، مش من الأرنبة. طب هو يبقى انت بتقول لي هو صوت اغن يشبه صوت وليد الغزال بيخرج من الخيشوم، ده في اللغه. وايه هو الخيشوم؟ عشان لما حد يسالك من الطلبه بتوعك تقول له الخيشوم ده اعلى الانف من الداخل. طيب ايه هو ده؟ قال لك ده هو الفتحتين اللي من فوق، مش الفتحتين اللي من تحت. الفتحتين اللي ايه؟ الخرق الذي في اعلى الانف الذي يوصل ها الى الحلق، الى الايه؟ الحلق. طب عند علماء التجويد الغنه ايه هي؟ صوت لطيف بيبقى مركب من نفس جسم الميم والنون، من نفس جسم الميم والايه؟ المشدده، حاله توسط في الكلمه، النبأ، صح؟ وحالة تطرف لهن. هذا التطريب يعني الغنة دي بتبقى ملازمة للحرفين،
النون والميم والتنوين. ها النون والميم والايه؟ في كافة الأحوال، في كافة الايه؟ الأحوال. بس الغنة بقى ممكن تبقى كاملة في حرف ووسط في حرف وسفلى في حرف. طب الغنة في الحرف المشدد بتبقى أعلى المراتب، أعلى الإيه؟ يبقى الغنة عند علماء التجويد خمس مرات، خمس إيه؟ خمسة مراتب مرتبة ترتيبا تنازليا، تنازليا يعني إيه؟ من الأعلى إلى الأسفل. الغنة في الحرف المشدد أكمل وأظهر منها في الحرف المبغم، يعني أعلى المراتب الحرف المشدد اللي هي النون والإيه؟ والميم المشددة فيه. فنقول ايه؟ عنا، ايوه سامع الغنة كده بايه؟ ها؟ قوية صح؟ إن جميل قوي. أقل منها ايه؟ أقل منها ايه؟ الحرف الايه؟ المضغم، الحرف يلا من ها؟ من ولي ها؟ من ولي. شوف عما من أقل ولا لا؟ بالنطق أنت تدركها. فلما تيجي تقول إيه؟ إن من يعمل، دي غنة ودي غنة، دي نون ودي نون، بس الغنة في الحرف المشدد أعلى رتبة من الغنة في الحرف الإيه؟ المبغم. يبقى المرتبة اللي بعدها إيه؟ الحرف المبغم. والغنة في الحرف المضغم أكمل من الحرف المخفي، من الحرف الإيه؟ يبقى المرتبة الثانية الغنة في الحرف الإيه؟ المضغم. فنقول إيه؟ أنتم، لا ده إخفاء، أما الإضغام إيه؟ ها؟ من يعمل من ولي غفور الر، غفور الر، صح؟ ده بغير غنة، ضحكت عليكم. أنا بتكلم عن الإضغام بغنة، الإضغام بإيه؟ بغنة. طب يأتي في المرتبة التي تليها إيه؟ ها؟ الغنة في الحرف الإيه؟ المخفي، دي المرتبة الثالثة. هيجي بعد كده الحرف الساكن، صح؟ هيبقى في غنة. الميم والنون اللي بنتكلم عنهم، النون التي تخفى، فنقول إيه؟ أنتم، صح؟ طيب وبرضك إيه؟ لكم، لكم به، دي اقل من الادغام، اقل من الايه؟ في غنه بس خفيفه حبتين، صح؟ طب وبعد كده الميم الساكنه والنون الساكنه فيها غنه بس في المرتبه الرابعه، في المرتبه الايه؟ الرابعه. الغنه في الحرف الساكن المظهر اقل من الحرف المخفي واعلى من الحرف المتحرك، واعلى من الحرف الايه؟ المتحرك. طيب الحرف الساكن هو ايه؟ ان، انعمت، صح؟ نون ساكنه دي ولا لا؟ نون ساكن، انعمت. طيب برضه اقول ايه؟ مثال المتحرك زي ايه؟ نوح، محمد ونوح، محمد، شوف محمد، محمد نوح، نون بتاعت نوح فيها غنة بس ده قال ايه؟ حاجة. يبقى الحرف المتحرك أقل مراتب الغنة، أقل مراتب الإيه؟ أعلى منه إيه؟ الحرف الساكن، أعلى منه إيه؟ الحرف المخفي، أعلى منه إيه؟ الحرف المضغم، أعلى منه إيه؟ الميم والنون المشددتين، النون والنون الإيه؟ يبقى تنازلي وتصاعدي، تصاعدي، متحرك، ساكن، مخفي، مضغم، ها؟ مشدد. طب تنازلي مشدد، مضغم، مخفي، ساكن، متحرك، ساكن ايه؟ متحرك. جميل. تعالوا نقرأ كده سيدنا بيقول هنا. يقول ثم نونا شددا
شدد بالبناء للمجهول. يعني هو يعني هنا بيعرفني ازاي انطق كلمه ايه شدد. عندما تنطقها ما تقولش شدد ولا شدد، قول ايه؟ شدد بالبناء للمجهول. طب والالف اللي في الاخر للتثنيه، طب الالف دي بتعود على ايه؟ الف المثنى على النون والميم، النون والميم المشددتين، صح كده؟ يبقى هقول ايه؟ ثم وغن نونا وغن ميما ثم نونا مالهم؟ شددا. يبقى الالف دي الف التثنيه عايده على النون والايه؟ والميم. انا في الاول ما كنتش اهتم بشرح المتن، ولكن وجدتكم يعني لاحظتكم الكتاب امامكم، محتاجين الكتاب، لازم كل حاجه في ما عارفينها فيه. حاضر، من غير ما تطلبوا انتم مؤدبه، يعني الادب سمتكم، فوجدتكم يعني تريدون هذا، فيعني لم اكتفي بشرحي، ولكن شرح الشيخ مع الايه؟ ها؟ الشرح اللي انا بقوله لكم. طيب، بيقول هنا اهو: والفه للتثنيه، اي الالف التي في كلمه شدد الف التثنيه، وعلامه تعود، تعود على الميم والنون. فيقول هنا اهو: فالغنة صفة لازمة لهما مطلقا. يبقى هنا يقول لك الغنة صفة ملازمة للنون والميم مطلقا. يعني يا شباب؟ ساكنة أو متحركة، مخفية أو مضغمة أو مشددة، أو إيه؟ مشددة. إلا أنهما إذا شددتا، النون والميم لو كانا مشددتين كان إظهار غنتهما آكد، كان إظهار الغنة واجب، وفي أكمل المراتب، وفي أكمل الإيه؟ ثم ذكر على ذلك أمثلة. قال: نحو من الجن ها حد يقرأ؟ ها، من الجن. طيب، إني وذا النون، ها، الناس، الناس، منا، من نذير، من نذير، ثم، ثم، المزمل، المزمل، فأمه هاوية. طيب، بيقول هنا يبقى الغنة في المشددتين آكدة، وهي في أعلى المراتب، ثم يقول: وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك. أي ومرتبة الغنة الساكنة أكمل من مرتبتها، ومرتبة الغنة في الميم الساكنة والنون الساكنة أكمل منها في الميم المتحركة والنون المتحركة. والنون الايه؟ وفي المتحرك اكمل منها في المظهر، وفي المضغم اكمل منها في المخفي. يبقى جاء بالمراتب الخمسه، جاء بالمراتب الايه؟ المرتبه الاولى ايه؟ ها؟ المشددتين، التشديد. المرتبه الثانيه الادغام، المرتبه الثالثه الاخفاء، المرتبة الرابعة الساكن، المرتبة الخامسة والأخيرة المتحرك، ثم المصغر آخر المراتب. في غنة زي ما قلت لكم، بس غنة إيه؟ بسيطة، خفيفة جدا، لا يلمسها أحد. طيب، يجي يقول لك إيه بقى؟ وسمي. مين اللي يسمي؟ أنت أيها القارئ، أنت أيها القارئ للأبيات، وسمي أنت كلا. كلا ايه؟ احنا كنا بنتكلم على ايه؟ النون والميم المشددتين. وسمي كلا، اي كلا من الميم والنون المشددتين حرف غنة، اي حرفا مشددا. حرفا ايه؟ حرفا مشددا اغن، حرفا مشددا ايه؟ اغن. يبقى بنسمي النون والميم المشددتين ها حرف غنة مشدد. حرف غنة ايه؟
او حرف اغن او حرف ايه؟ يبقى لما يقول لك النون والميم المشددتين اقول له وحرف غنه مشدد، حرف غنه ايه؟ مشدد، حرف غنه ايه؟ مشدد. وسمي كلا حرف غنه بدا. فواحد يقول لي يعني ايه بدا؟ اقول له ظاهر، اي حرف الغنه فيه ظاهره. الغنه فيه ايه؟ طب كلمه بدا هنا زادنا تكمله للبيت. وليحترز القارئ عن المد عند الاتيان بالغنه في النون والميم. يعني ايه؟ عايز يقول لك ان النون والميم دي سميها حرف غنه. يعني ايه؟ حرف غنه مشدد. يعني ايه؟ يعني اوعى انك تزيد عن الغنه بمقدار حركتين فتصل بيها لالف، فتقول ايه؟ إنا، لا إنا، ها إنا. ليحترز القارئ عن المد. شيخنا بينبهنا بيقول وأنت تأتي بالحرف المغن مع التجديد إياك أن تصل به إلى ألف المد. إلى ألف الإيه؟ المد. زي ما نقول إيه؟ وإما، وإما فداء، صح؟ أنا دلوقتي إما دي هتخليها ألف وتحط ورا ألف. إن الذين، ففي واحد منكم ليه؟ إن لا لا إن الذين، ها إن الذين، إن الذين. يبقى على القارئ أن يحترز، أن يأخذ احتياطه وهو يغن النون المشددة والميم المشددة فلا يزيد فيها ألفا. فلا يزيد فيها إيه؟ ألفا، لئلا يتولد منها حرف مد. لئلا يتولد منها حرف إيه؟ مد. فأنت لو قلت إن الذين إيه؟ ها خلي بالك وانت بتنطق تقول ايه؟ واحد يروح تقول ايه؟ ان، شوف ايه ايه بقت ايه؟ صح؟ ان الذين او ان ال... لا يا ايه؟ ها الف كسره ايه؟ الف كسره ايه؟ ايه يبقى ايه؟ ايه بعدها نون مشدده مفتوحه. ان 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 لا ان الذين ان الايه؟ طيب مين اللي بيعمل كده؟ بعض المتعسفين في القراءة. يشد عليك قوي في الألف المكسورة. فتوصلها إنها تبقى إيه؟ يه بعد الألف. صح؟ أو يشد عليك في الغنة. فيقول لك زود. فيتن معاك يتقعر ويتعسف حتى تصل بها إلى أنها ملحقة بإيه؟ بألف، وهي ليست كذلك. وهو خطأ صريح. وزيادة في كلام الله تعالى. فبيقول لك زيادة ألف وأنت تغن النون أو زيادة حرف مد قبل النون احترز منه. احترز إيه؟ لأنها زيادة ليست في كلام الله إيه؟ تعالى. طيب واحد يقول لي إيه فايدة الغنة؟ ايه فايدة الغنى يا شباب؟ ايه فايدة الغنى يا مون؟ بتحلي القراءة ولا لا؟ تجعل القراءة حلوة، صح؟ جميلة. يبقى الغنى حلية التلاوة وزينتها. حلية التلاوة ايه؟ وتكسب التلاوة والقراءة ذوقا خاصا وواقعا مريحا. وواقعا ايه؟ وصوت الغنة يساعد على تنشيط مراكز المخ بما فيه بينشط المخ. المخ أي العقل. المخ أي العقل يعمل على تنشيط مراكز العقل مثل الذاكرة. مثل الايه؟ الذاكرة. لذلك سيدنا الشيخ الهمداني شيخ القراء بالجامع الازهر
كان يقول: من وعي القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. حتى ايه؟ من وعى القرآن تلاوة صحيحة وأحكاما متعه الله بعقله حتى يموت. حتى ايه؟ يموت. طيب يلا نسأل بعد كده. عرف الغنة لغة واصطلاحا، وما مخرج الغنة، وما مقدارها، وما فائدتها. طيب مخرج الغنة ايه؟ الخيشوم. جميل. مقدارها كام؟ طيب ما فائدتها؟ تحلية الايه؟ التلاوة. وزينتها وتنشط مراكز الايه؟ العقل. طيب ما مراتب الغنة؟ خمسة. تذكرها مع مثال لكل واحدة منها. طيب اذكر دليل الغنة في الحرف المشدد من التحفة. هتقول له ايه؟ وغنى ميما ثم نونا شد الى. ايوه. يقول لك اذكر الدليل تقول. طيب كيف توفق؟ لا خلاص سيبنا من دي خالص عشان خاطر ما يتعبكوش فيها. خلاص بكده الحمد لله تكلمنا عن الميم والنون الايه؟ المشددتين. هل تريدون بعد ان اذكر احكام الميم الساكنه ان اعود بكم الى مخارج الحروف كما فعل الشيخ في الاول؟ مقدمه الشارح صفحه 20، بعد كده صفحة 22 مخارج الحروف. تريدون أن أبدأ بها؟ ها؟ خلاص إن شاء الله أشرح حكم الميم والنون. يعني نتكلم حكم إيه؟ حكم الميم الساكنة. حكم الميم الإيه؟ الساكنة. بعد ما أشرح حكم الميم الساكنة أعود على الكتاب من أول. أعود على الكتاب من الإيه؟ من أول. يعني هذا المنهج بعد ما خلص احكام الميم احكام الميم الساكنه اكون يعني قد انتهيت من احكام سنه اولى اعدادي ازهر. اولى اعدادي ايه؟ ازهر. لكن ساعود الى المخارج نظرا لاحتياجكم اليها من خلال سماعي للتلاوات، ويبدو ان الكثير يحتاج للايه؟ للمخارج. فسنعود الى مقدمه الشرح والمخارج، وهذا الدرس سيكون درس مؤثر جدا من أهم دروس التجويد وأهم دروس اللغة العربية، أن تدرك مخرج الحرف. يعني إن شاء الله ننهي الأول على الأحكام بتاعة الميم الساكنة، ثم نبدأ في الكتاب من أوله. هيبقى خطوة جميلة جدا، يعني خطوة طيبة. يعني إذا أنهينا يبقى نصف الكتاب. نصف الإيه؟ الكتاب. يعني ربنا يسهل ونخلصه بسرعة إن شاء الله. دكتور احنا سمعنا مثلا قراءة الشيخ خليل القصيري وهو بيقرأ من جورجيا كده، كأنه يزيد في التشديد، او لا مثلا يقرأ اذا زاد الجميع لا يزيد الحصري. الله. فالحصري هو ميزان القراءة والمخارج. اذا ذكرت مخارج الحروف والاحكام فالحصري. إذا أردت أن تقرأ القرآن غضا طريا وكأنه قد خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع للحصري. الحصري هو الأحكام. وإذا أردت أن تطرب سمعك فلتستمع إلى شيخ عباسط أو شيخ مصطفى إسماعيل. الصوت وجودة الأداء. وجودة الإيه؟ الأداء. والمنشاوي يجمع ما بين هذا وإيه؟ وكل هؤلاء اجتمع في الشيخ محمد رفعت. يعني جودة الأداء وحسن التلاوة والصوت والمخارج تجد عند الشيخ محمد رفعت. طيب إذا أردت الأحكام بإتقان يبقى الشيخ الحصري. إذا يعني أنا عندما امتحنت في الأوقاف المصرية وقال لي سمع وأخذ يسألني،
فيعني تركت صوتي وتركت كل شيء وأخذت في تقليد الشيخ الحصري حتى آتي بالأحكام كما هي والمخارج كما هي، لأن الإنسان إذا ذهب يقرأ بصوته قد يعني في بداياته وليس في نهاياته قد يعني يخطئ في حكم في مخرج، فعمدت إلى التقليد أقلد مين؟ الحصري، مع أني صوتي إلى البنا أقرب ولكن أخذت أقلد الحصري. فسألني سؤال ما أجبتش فيه كويس يعني، فقال لي مش عيب تكون بتجيب الشيخ الحصري وبعد كده تخطئ؟ قلت له معلش يا مولانا يعني. فالحمد لله يعني من الله علينا ونجحنا في الاختبار يعني الحمد لله، وتعينت في الأوقاف ساعتها، ثم بعد ذلك من الله علي بترك الأوقاف والعمل في دار الإفتاء المصرية، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. ولو سألني أحدكم ماذا تريد أن يختم الله لك، أقول أريد أن يختم الله لي وأنا في خدمة بيوت الله عز وجل، في خدمة البيوت، في خدمة المساجد، في الدعوة إلى الله. آمين وإياكم يا رب العالمين. نعم دار الإفتاء دعوة، ولكن الخروج لأجل الدعوة والصلاة بالناس ودعوة الناس إلى لا إله إلا الله لها وقع عظيم، بخلاف أن تكون في مجلسك ويأتيك السائل فتجيبه، هذه لها أثر وهذه لا أثر. وتغبير الأقدام من أجل لا إله إلا الله أعظم وقعا عند الله. فربنا يختم لنا وإياكم بالخدمة وما يخرجناش من الخدمة، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وعيننا ولا تعن علينا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وعيننا ولا تعن علينا. اللهم اجمعنا بحبيبك صلى الله عليه وسلم وأنت راض عنا. اللهم أرضي عنا رسول الله، اللهم أرضي عنا رسول الله، اللهم أرضي عنا رسول الله، ولا تحرمنا لقياه ولا تحرمنا الشرب من يديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.